مؤمن يتملكها والملايين لا هذه قد تكون وسيلة شقاء وتأمين مستقبل الأولاد المستقبل. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يا ابن عبد العزيز تترك بناتك السبع قال لا أخشى عليهن الفقر وقد علمتهن سورة الواقعة إن كن صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا وإن كن غير ذلك لا أعطيهن ما يتقوين به على معصية الله. الله سيدنا عمر بن عبد العزيز هذا هو الثمان. إن كنا صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا خلاص هو ربنا معه. إن كنا غير ذلك أنا ما أعطيه مال يروح يتصربح به ويضيع حياته. أبدا المال سمي مالا لأنه مال بالناس عن الحق شغل الناس مال سمي مالا لأنه مال. وكلمة مال في اللغة لا تدل على اعتدال أبدا. الجدار مال العمود مال فلان مال صحيح. يعني حينما يقول ربنا تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا ولم يقل أصل الحياة الدنيا أساس الحياة الدنيا زينة خارجية يعني أستطيع ألم يحبب إلينا هذه الزينة يحبب إلينا ولكن المؤمن يستخدمها سبحان الله في مسارها ولكن هي في نفس الوقت فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة فهذه فتنة يعني اختبار. طيب فقد أرسب فأسأل الله إن أغناني أن يجعلني من الشاكرين وإن أفقرني أن يجعلني من الصابرين والشاكر والصابر كلاهما في الجنة. المؤمن نعمعية ما يقضي الله به أسعد اللحظات وأسعد المؤمنين الرضا بمواضع القدر. لو كان الله تبارك وتعالى يعلم أن العبد هو يعلم بالقطع أن العبد لا يستطيع أن يقترب من هذه الأشياء إلا على مقدار الزينة ما ابتلانا فيها. قال لا تبلون في أموالكم وأنفسكم الآية. أنت الذي تبتلي نفسك أنت الذي تقترب. أنت عندك إمكانيات 100 روح يستدين من البنك 1000 ليه يا ابني يقول عايز أوسع للشركة عايز أعمل ليه يا ابني قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه ما قل وكفى خير مما كثر وألهى قليل يكفيك خير من كثير